التنبؤات صعبة وخاصة حول المستقبل، مقولة ذات حقيقة بديهية ينعكس صداها على عام 2024 الجديد. فمجاراة وتيرة ما يقع في الساحات الساخنة حول العالم أصبحت صعبة بالفعل، ومن خلال مشهد فوقي سنجد أن عام 2024 يقف فوق برميل بارود مهدد بالانفجار في أي لحظة، بين حرب طاحنة مستمرة منذ قرابة العامين بأوكرانيا، في صراع بخلفيات سياسية وأيديولوجية وأمنية مع روسيا، وتصاعد العدوان الإسرائيلي الدموي الظالم على قطاع غزة والذي خلف آلاف الشهداء من الفلسطينيين الأبرياء، ناهيك عن الاقتتال الدائري في السودان والذي ابتعد بالبلاد كثيرا عن دائرة الاستقرار. فالنظام السياسي الدولي اهتزت شرعيته وتزعزعت الثقة فيه، ويشهد العالم الآن صحوة غير مسبوقة نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يغير قواعد اللعبة الدولية، نظام يفرض صعود دول عديدة للمسرح العالمي على رأسها الصين وروسيا، نظام يحقق أكبر قدر من التوازن السياسي والاقتصادي ليكون الملاذ الآمن للدول والشعوب في عام 2024 والسنوات التي تليه، وبعد عقود من نظام أحادي القطبية بذلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية جهوداً لتظل منفردة ولكي تكون القطب الأوحد في قيادة العالم. ومن المنتظر أن يرسم عام 2024 صورة جديدة للنظام العالمي، حيث سيشهد انتخابات بأشكال مختلفة في أكثر من 70 دولة، أي ما يقارب نصف دول العالم، مما يجعل 2024 أقوى سنة انتخابية على مدار تاريخ الممارسة الديمقراطية بالكرة الأرضية، لأنها تتزامن مع دقات طبول الحرب في أكثر من منطقة ساخنة. من المتوقع أيضاً أن تأثير نتائج هذه الانتخابات على القرار السياسي الدولي وكثير من الرؤى الاستراتيجية سيكون كبيراً، إذ ستتأثر نتائج كل هذه الانتخابات بما يجري الآن وستؤثر فيما سيجري مستقبلاً. يبدو أن عام 2024 سيرسم صورة جديدة للكرة الأرضية، فنصف سكان العالم على موعد خلال العام الجديد مع العديد من الاستحقاقات الانتخابية في أكثر من 70 دولة، سواء رئاسية أو برلمانية أو حتى محلية، وستحدد هذه الانتخابات مصير العالم السياسي والاقتصادي وأيضا العسكري خلال المرحلة القادمة. فستشهد دول عظمى معارك انتخابية حاسمة في عام 2024، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا والصين وباكستان وتايوان، بينما ستجري 7 دول من أمريكا اللاتينية استحقاقات انتخابية ستحدد مصير القارة. وتأتي أهمية نتائج هذه الانتخابات كونها ستلعب دورا بارزا في القضايا الساخنة والملتهبة حول العالم، مؤثرة على مسار الحرب الأوكرانية وعلى تطورات الأوضاع في فلسطين والتوترات التي تشهدها تايوان والأزمات الاقتصادية والمناخية التي يعاني منها العالم مؤخرا. وفي 5 نوفمبر من العام الجاري ستجرى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوجه المواطنون الأمريكيون ممن لهم حق التصويت إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس 7 الذي سيدير البيت الأبيض لمدة 4 سنوات بدءا من يناير من عام 2025.
وبعد ولاية استمرت 4 سنوات ثمة شكوك كثيرة حول قدرة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات والتي سيواجه فيها على الأغلب الرئيس السابق دونالد ترامب في حالة تخطيه عددا من المشاكل القانونية مع القضاء الأمريكي. وفي 17 مارس المقبل سيتوجه الناخبون الروس إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم في منافسة تبدو نتائجها محسومة منذ اليوم الأول للرئيس فلاديمير بوتين والذي يحظى بدعم واسع النطاق بعدما يقرب من ربع قرن من بقائه في السلطة. ومع اقتراب دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث يتسلل الحديث حول الانتخابات إلى النقاش العام الأوكراني والدولي مع زيادة ضغوط الدول الغربية على الحكومة الأوكرانية لإجراء الانتخابات البرلمانية ورئاسية خلال عام 2024. كما تتوجه الأنظار إلى بريطانيا في الأشهر المقبلة مع اقتراب إجراء الانتخابات العامة، حيث يسعى حزب العمال برئاسة كير ستارمر لحشد الناخبين لإزاحة حزب المحافظين برئاسة ريشي سوناك عن السلطة. الهند هي الأخرى ستشهد انتخابات برلمانية في شهر مايو المقبل، ويأمل حزب الشعب الذي يحكم البلاد منذ عام 2014 ويتزعمه رئيس الوزراء الحالي ناردينار مودي والذي يأمل الفوز بأكثرية مريحة تمكنه من البقاء في سدة الحكم لولاية جديدة. وفي 13 يناير الجاري ستشهد تايوان انتخابات رئاسية سيختار خلالها الناخبون بين مرشحي الأحزاب الثلاثة الرئيسية الديمقراطية التقدمي كوميتانج والشعب التايواني، وستكون نتائجها حاسمة بالنسبة للتوازن المستقبلي في مضيق تايوان وللعلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم الصين والولايات المتحدة الأمريكية. أما في شهر يونيو المقبل سيتوجه 400 مليون ناخب من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم 720 في البرلمان الأوروبي، وستكشف نتائج هذه الانتخابات مدى تقدم اليمين المتشدد في المجتمعات الأوروبية. وفي خضم الأحداث المتلاحقة والتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، من المؤكد أن عام 2024 سيكون له الكلمة العليا على ما يبدو لحسم المصائر والمسارات ورسم صورة العلاقات الدولية والتحولات التي ستأتي بها نتائج صناديق الاقتراع. يبدو أن عام 2024 سيكون العام الذي سيرسم صورة جديدة للعالم، فخلاله سنشهد عدداً قياسياً من الاستحقاقات الانتخابية في 77 دولة تمثل ما يزيد عن نصف سكان الكرة الأرضية. وبالتأكيد ستؤثر نتائج هذه الانتخابات في رسم مسارات العمل الدولي خلال العام الجديد. فبعد أن ودعنا عام 2023 الذي لقب بالعام الأكثر دموية في تاريخ البشرية، ما زالت جراحه مفتوحة ومستمرة في عام 2024، فلا يزال العدوان الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة يواصل دمويته بحق الفلسطينيين الأبرياء، والحرب الروسية الأوكرانية مستمرة ولا يمكن لأحد التنبؤ بوقت انتهائها. كما أن الأزمة في السودان لم تراوح مكانها منذ شهر إبريل من العام المنصرم، ويبقى الأمل معقوداً على العام الجديد الذي حمل منذ بدايته لقب عام الانتخابات بامتياز. فانطلق العام بانتخابات أجريت في جمهورية جزر المارشال الواقعة جنوب غرب الجزء الشمالي من المحيط الهادي، وأبرز معارك العام الانتخابية من المتوقع أن تكون في الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا. هناك 3 مليارات نسمة مدعوون هذا العام للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تجرى داخل أكثر مناطق الأرض سخونة لرسم مصير الكثير من الملفات التي تؤرق العالم.
انتخابات ستشكل نتائجها المرتقبة تأثيراً كبيراً على صراعات الولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا في الملف الأوكراني ومع الصين في المحيطين الهادي والهندي. كما ستلعب نتائج الانتخابات دوراً أيضاً في صعود اليمين المتطرف في كثير من دول الاتحاد الأوروبي من عدمه، إضافة إلى تأثيرها على التحديات المناخية والبيئية والصعوبات الاقتصادية العالمية المستمرة منذ العام الماضي. وكالعادة ستحظى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر بالاهتمام العالمي الأكبر، فالرئيس الحالي جو بايدن صاحب 81 عاماً لا منافس جدياً له على الساحة حتى الآن، وسط شكوك حول قدرة الرئيس السابق دونالد ترامب في الترشح لولاية جديدة بالنظر لمشاكله مع القضاء. ووسط كل ذلك ينتظر العالم بأسره ما سيخرج عن صناديق الاقتراع في 5 دول نووية، من بينها 3 دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، ويحلم بأن تكون نتائج هذه الانتخابات مبشرة بالخير، لا تؤدي إلى اتساع رقعة اضطراب العلاقات الدولية، بل نحو الدفع باتجاه تسويات وانفراجات تجعل العالم أكثر هدوءاً. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مجددا الآن نناقش ملامح عام 2024 للنظام الجديد وتطورات الأحداث بالمنطقة، ونرحب بضيفنا من القاهرة السفير الدكتور صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق. أهلا بك دكتور. دكتور، يعني بعد التحية، أي مستقبل تنتظره المنطقة والعالم في عام 2024؟ وما توقعاتك حول النظام العالمي في العام الجديد؟ لا شك أن العام الجديد بدأ على خلفية العام الماضي 2023، والذي ظهر فيه إرهاصات لنظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وفي نفس الوقت حمل معه العديد من الأزمات الإقليمية والدولية الساخنة، والتي كان للأقطاب الدولية سواء القديمة، وهي أقصد بذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين، وحاليا يضاف إليهم الهند، دورا في توجيه أحداث عام 2023. وإن كانت الولايات المتحدة ما زالت تلعب الدور المحوري الرئيسي في توجيه هذه الأحداث، ولكنها في نفس الوقت وجدت أن كل من الصين وروسيا ولحد ما الهند بدأت في تحركات ذات وزن وتأثير في إطار العلاقات الدولية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، عندما بدأت الصين وروسيا في بداية علاقات ذات أسس وتوجهات جديدة حققت نوعا من التوازن في العلاقات مع الدول الإقليمية ذات الوزن والتأثير في المنطقة، وعلى رأسها بالقطع السعودية والإمارات ومصر، فضلا عن إيران وتركيا. دكتور، إذا توقعاتك حول النظام العالمي الجديد؟ توقعاتي حول النظام العالمي الجديد أننا نمر بمرحلة ما بعد الإرهاصات هذه التغيرات. أعتقد النظام العالمي الجديد لن يتبلور بشكل كامل في 2024، وإنما سيكون هناك توجه قوي نحو إصلاح الأمم المتحدة، نحو تغيير جذري في مؤسسات الأجهزة وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية، خاصة وأن في دول أوروبية عديدة لها رؤية تتماثل لحد كبير مع رؤى الصين وروسيا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية. دكتور صلاح، نعم، شهد عام 2023
أحداث عصفت بالمنطقة وما زال أكثرها إذا تحدثنا مستمر في العالم الجديد. كان لمصر بالطبع جهود واضحة في المساعدة في حالة أزمات العالم العربي. إذن ما هي توقعاتك حول مسار الدبلوماسية المصرية خلال عام 2024 لمواجهة التحديات والأزمات الخطيرة التي يشهدها الإقليم؟ أعتقد الدبلوماسية المصرية سواء على المستوى الرئاسي أو المستوى الوزاري كانت في غاية النشاط والفاعلية، وأعتقد أن هذه الدبلوماسية ستزداد نشاطا وتحركا لمعالجة الأزمات التي تواجه المنطقة، وخاصة العدوان الإسرائيلي على غزة والقضية الفلسطينية. وأنا أعتقد أن المرحلة الحالية وإن كانت تركز على وقف إطلاق النار، ولكنه لن يكون فقط لمجرد تقديم المساعدات وأيضا حل مشكلة الرهائن، وإنما يجب أن يكون في إطار متسق مع 4 محاور رئيسية، هي وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية للمشكلة الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية متصلة على كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية كدولة مستقلة طبقا للقرارات الشرعية الدولية. أعتقد أن هذا سيكون التحرك الرئيسي الذي نلمسه الآن. والتحركات الأمريكية للأسف حتى هذه اللحظة لا تركز على وقف إطلاق النار، وإنما تركز على تواصل العمليات العسكرية، ولكن فقط إدخال المساعدات وحل أزمة الرهائن وعدم التصعيد. وهذا الأمر أعتقد أنه لن يكون مقبولا في عام 2024. نفس الشيء بالنسبة للأزمة السودانية. الأزمة السودانية ليس الأمر يتعلق فقط بوقف إطلاق النار ولقاء ما بين البرهان وقائد الدعم السريع، وإنما سيكون هناك رؤية في تقدير من جانب مصر تقوم على أساس نفس المحاور، أنه ضرورة وقف إطلاق النار ومعالجة المسار الأمني العسكري، ثم معالجة الأوضاع الإنسانية بشكل كامل، ثم مسار سياسي يبقى لمرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات في إطار المجتمع المدني، ثم مرحلة لإعادة البناء والإعمار. مرحلة إعادة البناء والإعمار هي المرحلة الرابعة، مثلما الحال أيضا في موضوع قطاع غزة والضفة الغربية. نعم. دكتور صلاح، كيف ستؤثر نتائج الانتخابات التي تشهدها الكثير من دول العالم في عام 2024 في تشكيل صورة جديدة للكرة الأرضية؟ يعني حضرتك تحدثت عن ما سوف تتوقع في السودان وما أيضا هي توقعاتك لغزة، ولكن نتحدث عن الانتخابات وتأثيرها على الكرة الأرضية بشكل كامل. أنا أعتقد طبعا التأثير أساسا سيكون بشكل أكثر قوة من جانب القوى القطبية، يعني الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الصينية، الانتخابات الروسية، الانتخابات الهندية، باعتبار أن هذه هي القوى الأكثر تأثيرا على مجريات الأمور الإقليمية والدولية. لكن هذا لا يعني أن القوى الإقليمية مثل مصر والسعودية والإمارات وإيران وتركيا وغيرها من الدول ذات الوزن والتأثير سواء في آسيا أو أمريكا اللاتينية لن يكون لها تأثير. بالقطع سيكون لها تأثير من خلال علاقتها وارتباطاتها بالقوى القطبية الأخرى مثل الصين وروسيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية. لكن نلاحظ في تقديري الشخصي أن عام 2024 سنلاحظ فيه تراجع للدور الأمريكي وللقطب الأمريكي فيما يتعلق بالعلاقات بينه وبين الدول والأقطاب المختلفة. سنلاحظ يكون هناك اتجاه قوي لإصلاح الأمم المتحدة. نعم. ولو أن هذا الأمر ما زال كان مطروحا وما زال، والأزمات التي تمر بها العالم الآن سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو أيضا الأزمة في غزة أو السودان أو الآن في منطقة البحر الأحمر، منطقة البحر الأحمر تشهد الآن تصعيدا خطيرا، وإن كان مرتبطا بأحداث غزة لكنه أيضا مرتبط بتطور جديد نشأ بتوقيع أثيوبيا للاتفاق مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون مع أرض الصومال، وهو إقليم، وهذا اعتداء على سيادة دولة،
ودخول دولة إلى منطقة البحر الأحمر بطريقة غير شرعية وباستيلاء بتواجد سيادي على أرض دولة أخرى في مخالفة صريحة. هذا الأمر سيثير أيضا كثير من التوترات في منطقة البحر الأحمر، خاصة أن هناك مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على هذا البحر والمسؤول عن الأمن والتنمية في هذه المنطقة. إذن دكتور، ما تأثير، لو توجز لنا تأثير وانعكاسات هذه الانتخابات ربما على مستقبل أزمات المنطقة، وأيضا في رأيك هل سيكون عام 2024 عام للتعاون الدولي لمواجهة التحديات، أم سيستمر الانقسام حول الكثير من القضايا التي يشهدها العالم؟ واضح أن الأزمات القائمة ربما تكون على الأرجح ستستمر ولو لفترة، لأن معالجتها على النحو الذي أشرت إليه يحتاج إلى تحرك نشط وفاعل واستجابة من كافة الأطراف الأخرى، فرضا عن بجانب أنه يجب أن يكون هناك إجراءات وضغوط تمارسها الدول ذات المعنية والتي قامت بدور مثل الدول العربية والإسلامية التي عقدت مؤتمر خاص بأحداث غزة، وكان قبله مؤتمر القاهرة للسلام، وكان هناك خريطة طريق أعتقد أنبثق عنها مجلس آلية وزراء خارجية الدول، 10 وزراء 8 وزراء من خارجية هذه المجموعة تمارس دورا نشطا إيجابيا وفعالا وجاءت بنتائج إيجابية. أعتقد تكثيف هذا النشاط على مستوى الجامعة، على مستوى الأمم المتحدة سواء في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن، واستجابة القوى القطبية مثل روسيا والصين، وأعتقد الدور الأمريكي سيكون تحت ضغط هائل، وبالتالي يمكن أن يكون يتراجع ما هو عليه في سبيل أن يسود السلام وتوقف هذه الحرب الدائرة في غزة. أعتقد عام 2024 سيشهد ولو مرحلة فيها كثير من النشاط الدبلوماسي على المستوى الرئاسي والوزاري من أجل يعني احتواء هذه الحرب والتوصل إلى تسوية شاملة في إطار خريطة الطريق التي أشرت إليها على النحو الذي يمكن معنا أقول أن ربما عام 2024 في منتصف أو نهايته نشهد انفراجة فيما يتعلق ببعض الأزمات، سواء كانت الأزمة الخاصة بالأوضاع في غزة أو في القضية الفلسطينية بصفة عامة، وأيضا فيما يتعلق بالسودان وفيما يتعلق بالأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فضلا عن منطقة الساحل في أفريقيا لأنها أيضا هي منطقة ملتهبة وحساسة وهناك تطورات ذات أهمية بالغة تؤثر على الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، نعم، التي هي موضع تنافس الآن بين قوى قطبية عديدة سواء روسيا أو الاتحاد أو الولايات المتحدة أو الصين أو الهند، فضلا عن القوى الإقليمية الأخرى في المنطقة، تركيا، إيران، السعودية، الإمارات وأيضا مصر، ولكن بدور إيجابي من جانب هذه القوى الإقليمية عما هو عليه من جانب الولايات المتحدة أو الدول الغربية. نعم سيادة السفير، البعض يرى أن مستقبل النظام الدولي يتوقف على تداعيات ما سيحدث في عام 2024 العام الذي نحن فيه العام الحالي، هل تتوافق مع هذا الرأي؟ أتوافق معه لحد ما، لأن كما أشرت أن مسائل الحروب ليست من السهولة إنهاء الحرب، يمكن إشعالها ببساطة لكن إنهاء الحرب يستغرق وقتا ويستغرق جهدا كبيرا، وبالتالي عام 2024 كما ذكرت يعني ربما في بدايته يكون هناك استمرار للحرب، لكن بيقابله جهود مكثفة من جانب الدول المعنية بالسلام التي تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار وإقرار الحقوق المشروعة وإقامة العدل بين كافة الأطراف وتكون المصالح مشتركة والأمن متبادل. وأعتقد أن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نحن لن نشهد تحرك دولي كبير على مستوى الشعوب حتى في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي داخل الدول الغربية، نعم، بل وأيضا في داخل إسرائيل. إسرائيل الآن تعيش أزمة داخلية طاحنة، صحيح، وهذا الأمر أعتقد سيكون له تأثير كبير جدا على إمكانية وفرص وآفاق حل المشكلة القضية الفلسطينية
إذا توفرت الإرادة السياسية وخلصت القوى الإقليمية والقطبية في التوصل إلى تسوية عادلة لهذه القضية ووقف هذه الحرب الغير مشروعة. نعم سيادة السفير، استقبلنا عام 2024 بمزيد من التطورات الخطيرة على الساحة الدولية، بدأت باستهداف القيادي في حركة حماس صالح العروري في لبنان. ما هي رؤيتك لهذا التطور وتأثير هذا التطور على مستقبل المنطقة؟ لا شك أن عدم التوصل لوقف إطلاق النار هو الوجه الآخر، هو زيادة التصعيد، وعدم وقف إطلاق النار أدى إلى تواصل العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد حماس. وأنا أعتقد أن الهدف الرئيسي أو الأهداف التي سعت إليها إسرائيل لم تحقق أي منها، واتجاهها إلى لبنان واغتيال هذا القائد، أحد قادة المقاومة الفلسطينية، هو لن يكون إلا شرارة تزيد من حدة المقاومة وتزيد من إشعال المقاومة عما كانت عليه وتزيدها إصرارا. وهذا يعني أن إسرائيل غير قادرة على أن تكون في مواجهة المقاومة الفلسطينية على النحو الذي يحقق لها أهدافها. إسرائيل تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية وليس تسوية القضية الفلسطينية، ومن هنا هذه التحركات التي تقوم بها إسرائيل هي نوع من أنواع العدوان. وما تقوم به المقاومة وما تقوم به حماس أو المقاومة الفلسطينية هي مقاومة مشروعة ضد احتلال، وبالتالي الاحتلال أو دولة الاحتلال ليست لها حق الدفاع الشرعي عن النفس الذي تتخذه مبررا لعملية عسكرية تدعي أنها عملية عسكرية ولكنه عدوان. وإذا كانت حماس تتهم بأنها تمارس إرهاب، فإسرائيل تمارس إرهاب الدولة في الضفة الغربية منذ عقود، فمارست إرهاب الدولة قبل أن توجه الاتهام لحماس. ما قامت به حماس هو رد فعل لما قامت به إسرائيل على مدى عقود في الضفة الغربية وقامت به في غزة. ما تستهدفه إسرائيل هو تصفية القضية الفلسطينية بأمرين: الأمر الأول أمر جغرافي بضم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل وتحت سيطرتها، والأمر الثاني هو ديموغرافي، إفراغ الضفة الغربية من سكانها وأيضا قطاع غزة من سكانها. وهو الأمر الذي كان لمصر موقفا حاسما قويا، وهو رفض التهجير القسري ورفض العقاب الجماعي ورفض الإبادة الجماعية وضرورة تسوية القضية الفلسطينية على أساس أن ما يجري في إسرائيل في الضفة الغربية وفي غزة هو عملية إرهاب دولة من شأنه كما أشرت إفراغ القطاع جغرافيا، الضفة والقطاع جغرافيا وديموغرافيا وضمهما إلى إسرائيل بتكون دولة عنصرية. نعم. دولة تمارس التمييز العنصري، تبني مستوطنات، تهدم البيوت والمنازل وتقتل الأبرياء، كل هذه علامات ودلالات على إرهاب الدولة الذي يجب أن ينتهي. دكتور صلاح، إذن ما هي توقعاتك لمسار التحركات العربية الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات الإقليمية وأيضا التحديات الدولية وإعادة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط؟ أنا أعتقد أنه يجب أولا أن يكون هناك مصالحة فلسطينية في إطار القضية الفلسطينية، وأعتقد أن قرارات المؤتمر القمة العربي الإسلامي وضع خريطة طريق لتسوية القضية الفلسطينية بشكل كامل تام، وأعتقد أنه لم يترك صغيرة وكبيرة أو كبيرة إلا وقد ضمنها. لو رجعنا إلى هذه القرارات وطبقت بإرادة والتزمت كافة الدول المشاركة في هذا المؤتمر بما توافقت عليه وأصدرت به قرارات، أعتقد أن الأمور فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ستسير في الاتجاه الصحيح. أيضا هناك ضرورة أن يكون هناك إرادة عربية وتوافق عربي لممارسة ضغوط وتحركات في إطار صف عربي واحد لمواجهة التحدي الصهيوني الذي تمارسه إسرائيل، وأيضا لمواجهة ما يتعرض له في السودان من محاولات لتفتيته وتقسيمه، وأيضا لما يتعرض له منطقة البحر الأحمر من توترات يجب أن يتم
تتم هذه الإرادة في إطار إرادة عربية واحدة وفي تعاون وثيق مع القوى المحبة والداعمة للسلام والأمن والاستقرار، وخاصة القوى القطبية مثل الصين وروسيا والهند، وأيضا مع الولايات المتحدة في إطار أن يتم تعديل الولايات المتحدة لرؤيتها ومواقفها التي تتبعها مبدئيا تجاه إسرائيل وتجاه القضية الفلسطينية. على الأقل موقف الولايات المتحدة الأمريكية الذي يبدي تواطؤا مع إسرائيل فيما يتعلق باستمرار العملية العسكرية، فيما يتعلق بدعم إسرائيل في عملياتها العسكرية رغم ما نشهده الآن من دمار وتخريب وقتل أبرياء وأطفال بأعداد كبيرة بممارسة إرهاب الدولة في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بدعم هذا التوجه، وتتحدث فقط عن ضرورة تكثيف المساعدات، إدخال المساعدات، موضوع الرهائن، لكن في نفس الوقت لا تتحدث أبدا عن وقف إطلاق النار وهو العامل الحاكم لإمكانية إنهاء هذا الصراع والتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. صحيح، أشكرك جزيل الشكر السفير الدكتور صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل المهمة، كنت معنا من القاهرة. شكرا جزيلا. ما زلنا معكم نتابع توقعات مستقبل العالم في عام 2024 في ظل انتخابات ستجرى في نصف الكرة الأرضية تقريبا، ونستعرض الآن أبرز ما جاء في الصحف العالمية حول الانتخابات المرتقبة. تناول موقع CNN الأمريكي تقريرا حول موافقة المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع لاستئناف دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة ضد القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في ولاية كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية. وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير المقبل. فيما تناول موقع شارك بلومبرج خبرا حول اتهام وزارة الدفاع التايوانية للصين بتهديد سلامة الطيران وشن حرب نفسية على سكان الجزيرة بعد رصد موجة من المناطيد في الآونة الأخيرة بالقرب من تايوان أو فوقها قبل أيام من انتخابات الرئاسة الحاسمة في تايوان. وأضاف الخبر أن تايوان تتأهب تحسب للنشاط العسكري والسياسي الصيني قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمقررة بها في 13 يناير الجاري، إذ تتهم بكين بممارسة ضغوط عسكرية واقتصادية في محاولة للتدخل في الانتخابات.
ومن المنتظر أيضا في عام 2024 أن تجرى استحقاقات انتخابية في عدد من الدول العربية أبرزها الجزائر وتونس، كما أن لبنان يأمل في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال العام الجديد. للمزيد أيضا من التفاصيل ينضم إلينا من بيروت النائب العنعون عضو مجلس النواب اللبناني، ومن الجزائر الدكتور أحمد ميزاب الخبير في القضايا الأمنية وأيضا القضايا الاستراتيجية، كما ينضم إلينا من تونس عبر الهاتف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الجمعي القاسمي. أهلا بكم جميعا. بداية سيادة النائب العنعون، بعد حوالي 4 أشهر على الفراغ الرئاسي في لبنان، هل تعتقد أن عام 2024 سيشهد انتخاب رئيس جديد للبلاد؟ أولا مساء الخير والتصحيح، نحن بعد عام وأربعة أشهر من الفراغ، وليس فقط 4 أشهر مع الأسف. وطبعا نتأمل أن تكون سنة 2024 هي سنة الحل على المستوى الأزمة الرئاسية، علما أنه حتى هذه اللحظة ليس هناك من أفق واضح، وقد كان لبنان يستعين ببعض الأصدقاء عمليا، وهناك لجنة خماسية وهي مصر جزء منها، وهي بمسعى خارجي تساعد لبنان، لما أتت حرب غزة وغيرت الأولويات للأصدقاء لبنان، وأيضا غيرت الأولويات على الساحة اللبنانية مع كل الأحداث التي تحصل في الجنوب. رغم كل هذا الشيء نحن متفائلون أن في حال تطورت الأمور إلى إنهاء الحرب إن شاء الله في أقرب وقت في غزة، وما يتبعها أيضا من معارك في لبنان، قد يكون هذا مدخل إلى مرحلة مختلفة تنسحب أيضا على حل سياسي في الداخل اللبناني. نعم، أنتقل إلى الجزائر للدكتور أحمد ميزاب. دكتور، كيف سيكون شكل الانتخابات الرئاسية الجزائرية والمنتظرة أو المنتظر أن تتم في أواخر عام 2024؟ اعتقادي بأنه الجزائر أولا قبل 4 سنوات عرفت محطة حاسمة في تاريخها، وهذه المحطة رسمت المعالم الأساسية التي يمكن من خلالها أن نقرأ مشهد الانتخابات الرئاسية خلال المرحلة القادمة، بمعنى أنه نحن اليوم نسير في إطار مفهوم ما يسمى بالجمهورية الجديدة، الجمهورية الجديدة التي أصبحت معالمها أكثر وضوحا، وهذا يجعلنا نتحدث على أن الانتخابات القادمة ستكون في كنف التعددية، في كنف كذلك الفعل الديمقراطي، في كنف كذلك الدستور الجديد يضمن الحقوق والواجبات، وكذلك يحدد الأولويات الأساسية بالنسبة للجزائر. لكن الأهم من ذلك هو في الأجواء الإقليمية التي سوف تجرى فيها الانتخابات الرئاسية الجزائرية. ندرك جيدا بأننا في منطقة تشهد الكثير من التطورات، وهي تطورات متسارعة، خاصة حينما نتحدث على منطقة الساحل الإفريقي التي فيها التجاذبات الدولية. وانطلاقا من ذلك سوف تلقي كل هذه التطورات بظلالها على الانتخابات الرئاسية، سواء كان من خلال الخطاب الانتخابي أو حتى كذلك من خلال كذلك طبيعة المتنافسين أو كذلك الفرص الذين سوف يتنافسون. لكن بالأساس الجزائر حددت مسارها، حددت كذلك طريقها، ولكن الأهم من ذلك هي تستوعب بشكل أساسي أهمية التحديات والتحولات الحاصلة، سواء كان على المستوى الإقليمي أو حتى كذلك على المستوى الدولي، خاصة وأننا نتحدث على هذه الاستحقاقات في ظل التحولات العالمية الكبرى. لأنه دائما النظام العالمي ينشأ عن تحولات جيوسياسية، ومنطقتنا تعرف تحولات جيوسياسية متسارعة ومضطربة. صحيح. ابقى معي دكتور أحمد، نذهب الآن إلى تونس للأستاذ القاسمي. أستاذ القاسمي، لو تصف لنا الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والمزمع إجراؤها خلال شهر سبتمبر القادم، أيضا ما هي صحة الأحاديث حول تأجيلها؟ أولا مساء الخير وتحية لك ولضيفيك الكريمين. شكرا. من بيروت والجزائر.
هذه السنة سنة 2024 بدأت سنة انتخابية بامتياز، باعتبار أنها ستشهد خلال هذا الشهر الدورة الثانية من الانتخابات المحلية، ثم ستجرى فيها خلال شهر إبريل نيسان القادم انتخابات المجالس الجهوية والتي تحضر للغرفة البرلمانية الثانية، وكذلك أيضا الاستحقاق الانتخابي الأبرز المتعلق بالانتخابات الرئاسية. في واقع الأمر إلى غاية الآن ليس هناك ما يشير بأننا فعلا ذاهبون إلى انتخابات رئاسية، باعتبار أن موعد أكتوبر 2024 للانتخابات الرئاسية حدد بدستور 2014، أي في العام 2019 بعد ما فاز الرئيس قيس سعيد بالولاية الرئاسية لمدة 5 سنوات، تنتهي في أكتوبر 2024. لكننا كما هو معلوم لدينا دستور جديد، وإلى غاية الآن ليس واضحا ما أن سنذهب إلى الانتخابات وفقا بما تم التنصيص عليه في دستور 24 أم سنعتمد دستور 22، وبالتالي الانتخابات ربما تؤجل أو تقام في موعد آخر. إلى غاية الآن المناخ السياسي يتحرك باتجاه موعد أو دورية الانتخابات، بمعنى فرض الانتخابات في أكتوبر القادم 2024، لكننا رسميا ليس هناك ما يشير إلى أن هذه الانتخابات ستجرى في هذا الموعد. أنتقل مرة أخرى للنائب ألان عون، لو تحدثنا أيضا عن توقعاتك لمستقبل النظام العالمي في عام 2024 وتأثير هذا النظام الجديد على الملف اللبناني. ما في شك أنه هناك يعني تطورات كبيرة سيكون لها تأثير على النظام العالمي. كنا ننتظر تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية، واليوم ننتظر تداعيات الحرب في غزة، وكلها أمور ستغير كثيرا على المستوى الجيوسياسي في المنطقة وفي العالم أيضا، بما بكل الاعتبارات التي يعني تربط هذه المنطقة بكل تلك القوى والإقليمية والدولية أيضا. وأعتقد أن لبنان سيتأثر جدا حكما بمسار الأمور التي ستحصل في غزة أولا، وحكما سيتأثر أيضا في الاستحقاق الأمريكي، الرئاسة الأمريكية، بما لأمريكا من دور أيضا كبير في المنطقة، وتحديدا إلى جانب إسرائيل والخيارات التي تقوم بها في المرحلة المقبلة. يعني هل أنت متفائل بشأن تأثير هذه التغيرات فيما يتعلق بالملف اللبناني لعام 2024؟ كله يتوقف على ماذا، كيف ستنتهي حرب غزة، اليوم التالي للحرب. اليوم التالي للحرب وهو ماذا؟ وهو ماذا بالنسبة للفلسطينيين، وماذا بالنسبة للبنانيين، وماذا بالنسبة لمصر والأردن والمنطقة، وماذا بالنسبة لإسرائيل؟ وهل سنذهب إلى فتح مسارات تهدئة، فتح هدنة، فتح مسارات سلام، فتح مسارات اتفاقات، أم هي حرب ستؤدي إلى خاسر ورابح وستأخذنا إلى جولة جديدة من العنف في أول فرصة؟ أعتقد أن هذه الحرب كيفية انتهائها، في حال انتهت إلى ترتيبات جديدة وتسويات كبيرة في المنطقة ومسارات معينة واتفاقات بين القوى الأساسية والمحاور المتصارعة في تلك الحرب، سيكون لها انعكاس مختلف، وأكيد هنا أراه أكثر إيجابي مما إذا انتهت من دون حلول وكانت فقط جولة عنف ستليها جولات عنف لاحقة. فهذا موضوع أساسي سينعكس حكما على استقرار المنطقة، وهو طبعا ينعكس حكما على استقرار لبنان، بما أن لبنان في ارتباط عضوي بالمنطقة، وهو صار في ارتباط عضوي من خلال جنوبه بما يحصل في إسرائيل. إذن سيادة النائب، الآن يعني هناك تطورات خطيرة شهدها لبنان مؤخرا على خلفية الانفجار الذي وقع في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وأدى إلى سقوط ضحايا، وأدى أيضا إلى سقوط جرحى من بينهم القيادي في حركة حماس صلاح العروري. كيف تقرأ هذا التطور
الانفجار، وأيضا برأيك هل الانفجار الأخير سيجر لبنان إلى حرب إقليمية أوسع؟ لا شك أنه كان تطور تصعيدي في مسار الحرب التي نسميها الحرب المضبوطة اليوم بين حزب الله وإسرائيل في جنوب لبنان، ولكن أتى هذا الحادث خارج السياق، وفقد يعني كان استهداف في داخل الضاحية الجنوبية في محيط بيروت، وكان هذا تطور تصعيدي. إنما الرد حسب ما جاء على لسان يعني أمين عام حزب الله سيبقى في الميدان، أي في المعركة التي تجري اليوم بين إسرائيل، وهناك لا شك حرص في عدم توسيع الحرب إلى أكثر مما يحصل اليوم من اشتباكات وقواعد اشتباك معروفة وهي إلى حد ما مضبوطة. هناك إرادة على الأقل من الجهة اللبنانية في عدم تصعيد الموضوع، لكن طبعا لا نملك وحدنا هذا القرار، لأن ممكن أن يحصل التصعيد من الجانب الإسرائيلي. حتى هذه الساعة لم يحصل، حتى هذه الساعة هناك مساعي أمريكية لضبط الوضع وعدم انجرار إلى حرب أوسع، ولكن ولو حتى هذه الساعة نجحنا في إبقاء الأمور تحت الضبط، إنما طالما الحرب جارية في غزة وطالما التصعيد مستمر نحن دائما تحت خطر توسيع لا سمح الله رقعة الحرب وحصول حوادث كتلك الحادثة. نعم. قد تخرج عن السيطرة وتليها ردات فعل كبيرة وتصعيدية وتجرنا إلى مسار آخر لا سمح الله. ابقى معي سيادة النائب، سأعود إليك مرة أخرى. أنتقل الآن لدكتور أحمد ميزاب. دكتور، هناك انتخابات مرتقبة في نصف دول العالم تقريبا خلال العام الجاري، ما التأثيرات المتوقعة على المنطقة من نتائج هذه الانتخابات؟ باعتقادي أولا إذا ما أردنا أن نتحدث على انعكاس ذلك علينا أن نأخذ محددين أساسيين. هو الأول تغير ديناميكية الجغرافيا السياسية باعتبار أنه تحولنا من الحديث على الفعل القائم على الموارد إلى التقارب في العلاقات السياسية والاقتصادية. معظم هذه الدول التي تشهد استحقاقات في المرحلة القادمة هي تعرف مجموع من التحولات، سواء كان تحولات على المستوى الهيكلي أو حتى كذلك تحولات على مستوى الصراع وكذلك الأزمة. المستوى الثاني أو المحدد الثاني وهو مستقبل المسارات الكبرى في النظام الدولي. هنالك دول قد ربما تدفع ثمن مواقف لم تكن صائبة أو لم تكن في محلها حول مجموع من القضايا، وبالتالي الاستحقاقات القادمة ستكون فرصة في إطار ما يسمى بمعاقبة من ارتكبوا أخطاء سياسية فاضحة. أعتقد بأن حرب غزة سوف تكون لها انعكاسات وسوف تكون عنوانا أساسيا خلال المرحلة القادمة في عديد من هذه الدول التي تعرف مجموعة من الاستحقاقات. المستوى الآخر كذلك خاصة على المستوى الأوروبي، انعكاسات وتداعيات الحرب الأوكرانية سوف تلقي بظلالها بشكل كبير جدا وبشكل كذلك أساسي، باعتبار أنها كانت النقطة التي شكلت المحور الذي أصبح الكل يتحدث فيه على معالم وكذلك ملامح تشكل النظام العالمي الجديد. بالتالي انعكاسات هذه الحرب سوف كذلك تلقي بظلالها. بالتالي نحن أمام مجموع من التحولات العميقة التي سوف تفرض شكل وكذلك ملامح، باعتبار أننا نتحدث على بروز قوى صاعدة وتراجع كذلك بعض القوى التقليدية. حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي كذلك مقبلة على استحقاق سوف يشكل ربما منعطف أساسي ومهم. حتى هنري كيسنجر قبل وفاته كان تحدث على أن الولايات المتحدة الأمريكية في صراعها مع الصين لا تمتلك استراتيجية شاملة وبعيدة المدى، وبالتالي هذا سوف يلقي بظلاله وسوف تكون له كذلك مجموع من الانعكاسات. ناهيك كذلك على أن هنالك مفارقات صعبة سوف تكون أحد المحددات الأساسية في رسم الخارطة
خارطة الجغرافيا السياسية للمحطة المقبلة. سأنتقل الآن لأستاذ القاسمي. أستاذ، كيف تقيم مستقبل تونس السياسي والاقتصادي في عام 2024؟ وما هي توقعاتك عن تأثير النظام العالمي الجديد على الأوضاع في تونس؟ أستاذ القاسمي، يبدو أننا فقدنا الاتصال. نعود مرة أخرى للنائب ألان عون. كيف ترى مستقبل أو المستقبل السياسي والمستقبل الاقتصادي في لبنان خلال عام 2024؟ وما هي توقعاتك؟ هلا كله أكيد المستقبل سيختلف في حال بقينا في دوامة الفراغ الرئاسي الذي نعيشه، وهو دوامة أزمات وعدم أخذ قرارات وعدم تحمل مسؤوليات في كثير من الملفات ولا سيما الاقتصادية والمالية، أو ذهبنا إلى حل وانتخبنا رئيس وشكلنا حكومة جديدة وكان هناك انطلاقة جديدة للبلد مع بعض الحلول على صعيد وحسم أمرنا في إصلاحات مالية أساسية نحن بحاجة لها على أثر الانهيار المالي الذي حصل في لبنان منذ 4 سنوات. أعتقد المسار في لبنان يختلف بين مسار يبقينا في حالة المراوحة والتراجع عمليا في حال لم نصل إلى أي حل، أو مسار يفتح لنا أفق إيجابية في حال أنهينا الملف الرئاسي وفتحنا صفحة جديدة على صعيد تكوين السلطة وإعادة انطلاق البلد. أنا طبعا أريد أن أتفائل وأريد أن وأرى أن في نهاية الحرب في غزة التي ستنتهي حكما يعني بيوما ما، وأتمنى في أسرع وقت ممكن، وأن تعيدنا إلى مرحلة استقرار، وأن يكون هناك إمكانية أيضا ترتيبات يعني وهناك فرصة في لبنان لتحرير الأرض في الجنوب ما تبقى منها، وأيضا فرصة لفتح مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي ضمن يعني ضمن هذا الحل الكامل. وأعتقد أن هذا ما يعني يعطيني أمل عمليا بأن يكون هناك أفق ليس ببعيد من أجل إعادة ترتيب كل ملفات لبنان دفعة واحدة، الملف الأمني، الملف الحدودي، وأيضا الملف السياسي. وعندما يعني يحل الملف السياسي سيليه أيضا الملف الاقتصادي والمالي، وهذا ما أتوقعه. ولكن يبقى التوقيت رهن، في أي لحظة ستنتهي الحرب في غزة وستليها ترتيبات تلك التي أتكلم عنها. نعم، أنتقل لدكتور أحمد ميزاب. دكتور، لو تحدثنا عن الدور المنتظر للجزائر في مجلس الأمن بعد انتخابها لمدة عامين. باعتقادي بأن الجزائر حددت أولوياتها بالنسبة لعهدتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، أولا من خلال الدورة التاسعة التي انعقدت بالجزائر منذ أسابيع قليلة مع المفوضية السامية للسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وكذلك مع الدول المنتخبين الجدد عن القارة الإفريقية زائد أمريكا اللاتينية، بالإضافة كذلك إلى الدول التي انتهت ولايتهم كدول غير دائمين بمجلس الأمن. واعتبرت الجزائر بأن من أولوياتها أن تكون ممثلا للصوت الإفريقي وكذلك للصوت العربي، وسوف تكون البلد الذي ينادي بالمقاربات الأكثر عقلانية في معالجة ومناقشة القضايا الحساسة وكذلك القضايا التي تعتبر مصيرية في إحقاق معادلة السلم والأمن الدوليين. من ناحية أخرى كذلك القضية الفلسطينية ستكون متصدرة لانشغالات وأولويات الجزائر، بالإضافة كذلك إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب وصناعة السلم والاستقرار بالقارة الإفريقية. يكفي اليوم أن مجلس الأمن اعتمد بأن اتفاق الجزائر هو وثيقة المرجعية بالنسبة للأزمة المالية، بالتالي نحن نتحدث على أن الجزائر وفقا لمبادئ سياستها الخارجية
حددت الأولويات وحددت كذلك المسارات التي سوف تتحرك من خلالها في مجلس الأمن، لكن علينا كذلك أن نفتح قوس أساسي ومهم أنه يظل مجلس الأمن له ميكانيزماته خاصة بالنسبة للدول الدائمة العضوية التي تمتلك حق النقد الفيتو، التي قد تعرقل أي مشروع يتعارض أو لا يتوافق وفقا لأجنداتها، خاصة حينما نتحدث على القضية الفلسطينية ومحاولة رفع الظلم الذي يمارس في حق الشعب الفلسطيني. لكن يظل أن الصوت العقل وكذلك المنطق والدفاع على حقوق الشعوب المستضعفة هو ما يتصدى أجندة الجزائر خلال ولايتها الحالية كعضو غير دائم بمجلس الأمن. نعم، ابقى معي، سأعود إليك مرة أخرى، ولكن أنتقل لأستاذ القاسمي. يعني كنت أسألك قبل الفاصل، كيف تقيم مستقبل تونس السياسي والاقتصادي في عام 2024 أو قبل انقطاع الاتصال؟ كيف تتوقع تأثير النظام العالمي الجديد على الأوضاع في تونس؟ يعني الجميع يدرك على أن العام 2024 بدأ وسط متغيرات جيوسياسية شملت مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الأمنية، العسكرية. وتونس باعتبارها جزء لا يتجزأ من هذا العالم تتأثر بما يجري فيه. دون شك هذه التحديات الكبيرة والمتغيرات الجسيمة التي يشهدها العالم ستتأثر بها تونس بشكل أو بآخر، سواء كان على الصعيد السياسي باعتبار أن الاستحقاقات الانتخابية الجارية وخاصة منها تلك في أوروبا ستنعكس بشكل أو بآخر على تونس بالنظر إلى هذه الموجة، الموجة صعود اليمين وكذلك أيضا الشعبوية. النقطة الجوهرية باعتقادي التي ستؤثر على تونس تتعلق بالبعد الاقتصادي، باعتبار أن الأزمة الاقتصادية في تونس متعددة الجوانب وهي معقدة ومرتبطة بشكل أو بآخر بالمفاعيل الإقليمية والدولية، وهنا ستكون هناك تداعيات ملموسة على طبيعة الوضع الاقتصادي في تونس بما سيؤثر دون شك على الواقع الاقتصادي. في موازنة الدولة للعام 2024 حددت الحكومة جزء كبير من تمويل الميزانية على الاعتماد على القروض الخارجية، وتعلمون أن هناك أزمة ما بين تونس وصندوق النقد الدولي حول 1.9 مليار إلى غاية الآن لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق بشأن هذا القرض. كذلك أيضا بات يصعب على الجانب التونسي اللجوء إلى المؤسسات المالية الأخرى التي ستقدم قروض لكن بنسبة فائدة عالية، وهو ما سيثقل الوضع المالي للبلاد. لذلك التحديات ستكون كبيرة جدا، بالإضافة إلى انعكاسات ذلك على الوضع الاجتماعي الذي يشهد نوعا من الاحتقان نتيجة انعدام أو فقدان أو نقص العديد من المواد الأساسية في البلاد بطبيعة الحال نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد. نعم، إذا تتحدث عن أن من أبرز التحديات التي تواجه تونس هو التحدي الاقتصادي. نعم، وتداعيات ذلك على الواقع الاجتماعي. نعم، أنتقل مرة أخرى إلى النائب ألان عون. سيادة النائب، برأيك ما الذي ينتظر اللبنانيون من عام 2024، وإلى أي مدى سيسهم انتخاب رئيس جديد للبلاد في تحسين الوضع الاقتصادي بلبنان؟ أكيد ما ينتظره اللبنانيون أو يأمله اللبنانيون أن تحل الأزمة السياسية، وأيضا أن يبدأ الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية. وهناك كما قلت في قبل من قبل أن إعادة تكوين السلطة من خلال تشكيل السلطة التنفيذية من جديد، أي انتخاب رئيس جمهورية وانتخاب وتشكيل حكومة كاملة المواصفات وليست حكومة تصريف أعمال كما هي حال اليوم، الحكومة اللبنانية وعطاها ثقة الكتل النيابية. نعم، وحسم
حسم أمر لبنان فيما يخص الإصلاحات المالية والاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد الذي نحن في صدد يعني التفاوض عليه مع صندوق النقد، كلها أمور حكما يعني تفتح أفق لتحسن الأوضاع في لبنان. ولكن نقطة الصفر لانطلاق كل هذه العملية هي الانتخابات الرئاسية وإعادة تكوين السلطة التنفيذية. عندما تتشكل أكيد حكما يعني عندما ستحصل سيكون هناك حصل توافق حد ما حول المرحلة المقبلة والعهد المقبل بعناوينه الكبيرة ولا سيما الاقتصادية والمالية، وهذا شيء إيجابي سيعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي. نعم. ما لا أملكه حقيقة هو في أي توقيت ستحصل هذا يحصل هذا الشيء. أنا أرى أن في نهاية حرب غزة والترتيبات الكبيرة التي ستحصل على أثرها بما فيها فيما يخص الحدود اللبنانية الإسرائيلية والاتفاقات التي ستحصل فيما يخص يعني كلها أمور ستفتح الباب يعني بين لبنان ودول مؤثرة على مستوى المنطقة وعالميا من أجل يعني تحقيق سلة متكاملة ممكن أن تخرجنا من هذه الدوامة الفراغ والمروحة التي نعيشها. نعم، نتمنى بالطبع للبنان ولكل دول العالم الأمن والأمان والاستقرار. شكرا جزيلا لضيوفنا على كل هذه التفاصيل وكل هذه التوضيحات المهمة. كان معنا من بيروت النائب ألان عون عضو مجلس النواب اللبناني، ومن الجزائر دكتور أحمد ميزاب الخبير في القضايا الأمنية والاستراتيجية. أيضا كان معنا من تونس الأستاذ الجامعي القاسمي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكم جميعا. فاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود بعده لنستكمل هذه الحلقة من برنامجكم مع أمل الحناوي عن قرب. بعد الأحداث المضطربة التي شهدها الإقليم والعالم على مدار عام 2023، فضلا عن حالة الاستقطابات والتحالفات التي ملأت الساحة العالمية، تلوح في الأفق تساؤلات عديدة حول مستقبل النظام الدولي الذي يمر بمنعطف خطير في ظل عجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته في تحقيق الاستقرار والسلام، لا سيما أن هذا العام سيشهد إجراء انتخابات رئاسية في نصف دول العالم تقريبا، في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا والهند وتايوان. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن السيد هينو كلانك نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا. أهلا بكم. وبداية سيد هينو، كان عام 2023 مليئا بالأحداث والتناقضات وربما الخلخلة الدولية، كيف تصف شكل خريطة العلاقات الدولية خلال العام الجديد؟ شكرا لاستضافتي. عام 2023 كان به الكثير من عدم الأمان والعنف والخلخلة. بدأنا العام باستمرار لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا، ورأينا تصعيد وتكثيف لعمليات عسكرية الصينية ضد تايوان بالإضافة إلى الفلبين، والآن وجدنا أنفسنا في وسط عدوان دموي آخر في الشرق الأوسط، بدأ بهجمة حماس يوم 7 أكتوبر ومات لها من العدوان الإسرائيلي على غزة، والآن نرى في الشرق الأوسط التمويل الإيراني وهجماته ضد كيانات مختلفة، قوات أمريكية في العراق وسوريا، الإسرائيليون على الحدود الشمالية مع لبنان، أيضا ما يحدث في البحر الأحمر. ومع الأسف
كان عاما لم يؤدي إلى نفع للمجتمع الدولي. نعم سيد حينو، كيف تقيم أداء النظام الدولي الحالي في ظل الأزمات والتطورات التي يشهدها العالم؟ وهل أنت تتفق مع الرأي السائد بأن العالم في حاجة إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب؟ أعتقد أن أحداث العام السابق أكدت وأشارت إلى الحاجة لإعادة تشكيل النظام الدولي. نحن نرى أمثلة لتعدد الأقطاب بالفعل. نحن نرى في بعض الأحيان، ليس على صعيد عالمي ولكن في بعض الأمثلة، نرى تعدد أقطاب حول العالم، تشكيلات جديدة تقودها الولايات المتحدة والأنظمة الغربية الديمقراطية ضد الأنظمة البيروقراطية أيضا في روسيا والصين. تلك الدول أيضا ينضم إليها إيران وكوريا الشمالية. في بعض الأمثلة يكون الأمر أكثر من تعدد للأقطاب، هناك تأثير أكبر للجنوب. ما سأقوله هو أن هناك شيء واحد مؤكد في الأمم المتحدة، هناك يجب أن يكون هناك إعادة تشكيل وإصلاح هذه المؤسسة التي أسست عقب الحرب العالمية الثانية بأعضاء من مجلس الأمن الذي اختلف كثيرا عن أواخر الأربعينيات القرن الماضي. يجب أن يكون هناك إصلاحات في الأمم المتحدة وإعادة تشكيل حتى تكون هذه المنظمة أن يكون لها تأثير والقوة اللي خدمت الصالح العام للعالم. نعم. الآن في رأيي هي ليست كذلك. سيد هينو، العالم يترقب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تبدو فيها حالة من التنافس الشديد. كيف تصف لنا مشهد الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ وهل تتوقع أيضا أن العام الجديد سيكون له أثر في رسم صورة للعلاقات الدولية وللتحولات التي ستأتي بها صناديق الاقتراع في الدول التي تنتظر انتخابات؟ نعم، هذا العام سيكون عاما محوريا في الولايات المتحدة ومناطق أخرى كذلك، حيث ستجرى انتخابات عدة في الولايات المتحدة في هذا الشهر. بدأنا في أيوا، هذه ستكون أول خطوة بالنسبة للمرشح الجمهوري. أيضا الحزب الديمقراطي اختاروا المرشح الرئيس بايدن كمرشح لهم، فبالتالي سنرى ما سيحدث في المستقبل القريب حتى نصل للانتخابات في شهر نوفمبر. مع ذكر كل هذا، هناك عديد الانتخابات ستحدث محورية، انتخابات محورية. على سبيل المثال السبت القادم الانتخابات الرئاسية في تايوان، والتي ولها أهمية كبرى للصينيين أيضا حتى يكون لهم انتخابات ديمقراطية وعادلة. سنرى ما ستؤول إليه تلك الانتخابات. مع ذكر كل هذا، أنا واثق وكل ثقة بالشعب الصيني، لأنه ستكون أمر مهم للشعب التايواني أيضا أن يعيشوا في مجتمع حر بشكل عادل. نعم. سيكون هناك انتخابات في روسيا أيضا شهر مارس المقبل. فلاديمير بوتين أعتقد أنه سيفوز مجددا، هو أطول رئيس
أطول مدة لرئيس في روسيا، أطول من جوزيف ستالين. ستكون أعتقد انتخابات أيضا مهمة في البرلمان الأوروبي، سيكون هناك انتخابات هذه السنة أيضا في المملكة المتحدة حول العالم. نعم، إذن سيد هينو، من واقع التغيرات الجيوسياسية الجديدة على الساحة العالمية، برأيك ربما كيف يمكن أن تؤثر تلك التغيرات على العلاقات الدولية وعلى المساعي الدبلوماسية لحل الأزمات العالمية؟ دعوني أتحدث من منظور أمريكي. أعتقد أن أحد الأسباب لما يحدث من عدوان حول العالم زيادة في الإرهاب والعدوان حول العالم، أعتقد أن يجب أن يكون هناك إعادة تشكيل وإعادة تنظيم، يجب أن يكون هذا النظام لخدمة الدول والشعوب. وأعتقد أن النظام الحالي فشل، لأننا مجددا مرارا وتكرارا نرى أزمات وحروب وعدوان حول العالم، وأعتقد أن هذا يرجع إلى ديكتاتورين كبوتين أيضا في طهران، الذين كل هذا بسبب، يجب إعادة تشكيل هذا وإعادة تأسيس هذا. وأود وأتمنى أن القادة في حول العالم سيعيدوا تشكيل هذا النظام للابتعاد عن كل تلك الأزمات والعدوان. سيد هينو، تحدثت وأنت كنت تتولى نائب وزير الدفاع الأمريكي سابقا، تحدثت عن يعني وجهة النظر الأمريكية، إذن كيف ترى وجهة النظر الأمريكية الآن فيما يحدث من تطورات على أرض غزة وهذا العدوان المستمر والذي لا يقبل بوقف إطلاق النار؟ مع الأسف أحداث 7 أكتوبر أدت بالإسرائيليين إلى هجمات عدوانية على غزة. يجب أن نتذكر أن الإسرائيليين تركوا قطاع غزة منذ عدة سنوات وتركوا الحكم للفلسطينيين هناك، ولكن لا توجد تسوية عادلة لهذه القضية الفلسطينية بحل الدولتين. كيف ترى هذا الأمر؟ قطاع غزة يقع تحت الاحتلال. قطاع غزة لم يكن تحت الاحتلال قبل 7 أكتوبر. دعونا نكون واضحين، الإسرائيليون، وجدنا أنفسنا الآن في وسط حرب دموية تؤثر وتدمر حيوات كثير من الأبرياء في قطاع غزة. هذا بسبب اختباء حماس وراء الأبرياء. أنا أيضا أفضل وقف لإطلاق النار، ولكن بشروط. أنا أؤيد وقف لإطلاق النار يتضمن إطلاق سراح الأسرى لدى حماس الذين احتجزوا يوم 7 أكتوبر، وأيضا إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة. نعم، يجب أن هناك أسرى، هناك أيضا محتجزين قبل من قبل الجانب الإسرائيلي، من محتجزين فلسطينيين. إذا كنت تتحدث عن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، لن أصف أولئك كمحتجزين، هم سجناء، ولكن أختلف مع ذلك أن السياق الذي احتجز فيه حماس أولئك الأسرى مختلف عن الأسرى المختلفين. العالم يعلم ما فعلته حماس يوم 7 أكتوبر. ولكن الرد سيد هينو من قبل الجانب الإسرائيلي هو بمثابة إبادة جماعية للأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ العزل الذين لا ذنب لهم فيما فعلته حماس.
still there? Because I've lost you. Hello? سيد هينو، كنت تتحدث عن ما فعلته حماس، ولكن هذا الرد جاء قاسي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، قتل وإبادة جماعية للفلسطينيين، للفلسطينيين العزل. أتحدث هنا عن الأطفال، أتحدث هنا عن النساء، أتحدث هنا عن الشيوخ، عن كبار السن الذين لا ذنب لهم فيما فعلته حماس كما أنت تقول. Do you have a question for me? نعم. يبقى معي أو مزيد من النقاش ينضم إلينا من دبي الأستاذ إلهام لي، الباحث والمحلل السياسي الصيني. أستاذ إلهام، في ظل الأحداث والأزمات المفاجئة التي شهدها عام 2023، ما هي توقعاتك لعام 2024 الجديد، خاصة وأنه سيشهد انتخابات رئاسية في معظم دول العالم؟ نعم، أولا وقبل كل شيء شكرا جزيلا للدعوة، وأهلا وسهلا للمشاهدين لقناة القاهرة الإخبارية. شكرا. رأي شخصي بأن التيارات في العالم بأكمله في العام الجديد عام 2024 سيكون متفائلا نسبيا، ولكن في بعض أنحاء العالم سيكون الأزمة أشد فأشد. فرأي شخصي مثل ما تفضلت، هناك انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة في العام الجاري، وأيضا لاحظنا أن هناك ما يسمى بجهود من قبل الحزبين، حزب الديمقراطية وحزب الآخر. وبالإضافة إلى ذلك، يعني هناك كثير من التحليلات بأن هناك احتمال لعودة السيد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهذا سيشكل تهديد حقيقي لما يسمى بالديمقراطية الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، مهما كانت هناك جو بايدن أو دونالد ترامب أو هناك مرشح ثالثة، سيكون هناك التيار أو توجه للتطرف نوعا ما للنظام العالمي من قبل الولايات المتحدة، مهما كانت في القضايا آسيا الباسيفيك أو حتى في موضوع أزمة أوكرانيا أو أزمة في القضية فلسطين. في الحقيقة لاحظنا منذ 10 سنوات هناك تيار للتطرف، مهما كانت في عصر دونالد ترامب أو في الولاية جو بايدن، وخاصة لاحظنا أن هناك المفاجأة، لا نتكلم عن المفاجأة السلبية أو المفاجأة الإيجابية، ولكن دائما هناك مفاجآت في الانتخابات الرئاسية، وأيضا هناك مفاجآت في السياسات الخارجية أو حتى السياسات الداخلية الأمريكية، وخاصة لاحظنا أن هناك الحادثة في واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2021، وكان هذه كارثة بالنسبة للديمقراطية الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، لاحظنا أن هناك ترددات وأيضا تراجعات في السياسات الخارجية الأمريكية، وخاصة نعرف من اللازم أن نعترف حتى الآن الولايات المتحدة هي العملاق الوحيد عسكريا وسياسيا في العالم. دائما نتكلم عن الصين هو الثاني في العالم، ولكن هذا في ناحية الاقتصادية فقط. إذن معنى كلامك أستاذ إلهام أن السياسات الأمريكية هي واحدة، سياسة أمريكا الخارجية هي سياسة واحدة مهما تغير الرئيس؟ نعم، أنا أرى ذلك، وخاصة عندما نتكلم عن سياسة تجاه الأزمة الأوكرانية وأيضا قضية فلسطين، وحتى للدور الولايات المتحدة في منطقة آسيا الباسيفيك وأيضا في منطقة الشرق الأوسط، وحتى نتكلم عن العلاقات الصينية الأمريكية. في الحقيقة مهما كانت الرئيس الأمريكي هو دونالد ترامب أو جو بايدن، أنا أرى هناك رؤية مشترك من قبل الحزبين في الولايات المتحدة بأن الصين
خلينا نتكلم منافس أو العدو الرئيسي للولايات المتحدة في الفترة المقبلة المتوسطة وحتى الطويلة، ولذلك سيكون هناك سياسة موحدة تجاه الصين مهما كانت من أي حسبة من الحسبين. وبالإضافة إلى ذلك لاحظنا هناك الاستمرار للأعمال أو السياسات الاستهزازية في الصين الجنوبي وأيضا في قضية تايوان، وهذا سيؤثر بشكل سلبي جدا للعلاقات الصينية الأمريكية، رغم على هناك إشارات لتحسن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بعد اللقاء بين فخامة رئيس الصين شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن في عام الماضي في سان فرانسيسكو. نعم أستاذ إلهام، تصف الصين أيضا الانتخابات الرئاسية في تايوان والمقرر إجراؤها بعد أيام قليلة بأنها خيار بين الحرب والسلام، كيف قرأت ذلك وما هي أيضا انعكاسات نتائج تلك الانتخابات على شكل العلاقات الدولية لبكين خلال العام الحالي؟ طبعا حضرتك على حق، الانتخابات أو نتائج الانتخابات في زعيم منطقة تايوان الصينية هذا خيار بين الحرب والسلام، وخاصة نتكلم عن حزب التقدم الديمقراطي، وهذا مهم جدا لأن الزعيمة الحالية كان من الممكن أن أقول سعت للإعلان عن الاستقلال الحقيقي أو ما يسمى في التواصل مع الولايات المتحدة للحصول على الدعم لتحقيق الاستقلال، وهذا يدور على سيادة الصين وأيضا يدور على العلاقات الصينية الأمريكية. وفي الحقيقة إذا نجحت حزب التقدم الديمقراطي مرة أخرى في الانتخابات سيكون هناك ردود فعل شديدة من قبل البر الصيني الرئيسي مهما كانت من ناحية الاقتصادية ومن ناحية السياسية حتى من ناحية العسكرية. ففي الحقيقة قبل سنتين لاحظنا أن هناك زيارة لنانسي بيلوسي متحدثة باسم مجلس النواب الأمريكي لجزيرة تايوان الصينية، وبعد ذلك قد شاهدنا هناك حصار شبه الحصار العسكري من قبل الجيش الصيني لجزيرة تايوان. وفي الحقيقة إذا استمرت هذه التحركات من قبل حزب التقدم الديمقراطي سيكون هناك المزيد من الردود العسكري من قبل البر الصيني الرئيسي. وحتى إذا هناك دعم الولايات المتحدة لكن هذا لا يهم لعزم الصين للحماية على سيادتها وأيضا على أراضيها. نعم ابقى معي أستاذ إلهام، سأعود إليك مرة أخرى ولكن أنتقل للسيد هينو مرة أخرى. سيد هينو، هناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للمنطقة، وسيجري مباحثات خلال هذه الزيارة حول مقترحات تتعلق بمصير إدارة قطاع غزة مستقبلا، كيف تتوقع إذن نتائج هذه الزيارة، وهل تعتقد أن واشنطن جادة في وقف الحرب على غزة وإعادة الهدوء للمنطقة، وقف الحرب هنا أتحدث عن وقف الحرب على الأبرياء العزل من النساء ومن الشيوخ ومن الأطفال، وقف الحرب والعدوان على المستشفيات التي تضم مرضى، يعني هذه المناظر التي لا يتحملها يعني بشر من النظر إليها؟ أولا أنا على دراية بكل التفاصيل في سؤالك ولن أتجادل مع هذه الهجمات المروعة على المستشفيات التي تعتبر أيضا مخازن لحماس للأسلحة. ربما كل منا لديه تفسير لما يحدث على الأرض. مع قول هذا، الجزء الذي يهتم به في سؤالك، الولايات المتحدة تدعم وقف الإطلاق النار، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية ستشجع. سيد هينو، تحدثت عن أن المستشفيات تأوي مخازن للأسلحة الخاصة بحماس، ولكن حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها الآن ونحن على الهواء لا توجد أي أدلة
قاطعة. أين هذه الأسلحة التي تتحدث أنت عنها الآن أو يتحدث عنها حتى الجانب الإسرائيلي؟ لا توجد أي أدلة قاطعة حول وجود أي أسلحة في أي مستشفى في قطاع غزة. لماذا قذف إذن المستشفيات؟ لماذا قذف الأبرياء العزل من الأطفال والشيوخ والنساء؟ أردنا التحدث عن هذا، هذه النقطة التكتيكية الاستراتيجية. بالإشارة لآخر سؤالك، كان هناك تقارير معلنة أظهرت أسلحة في المستشفيات ومراكز الاتصال وأيضا الأنفاق. في الواقع لماذا لا نسأل أنفسنا من أين تأتي الأموال لبناء هذه الأنفاق ولهذه الإمدادات؟ بإمكاننا أن نتحدث عن هذا، ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن وقف الإطلاق النار محتمل يجب أن نتكلم بشكل موضوعي. حماس وإسرائيل في حرب، وأولئك الشعب الفلسطيني الأبرياء هم من يقعون في المنتصف. يجب أن يكون هناك وقف الإطلاق النار، ولكن ليس بدون شروط. يجب أن يكون هناك شروط. وقف الإطلاق النار حقيقي سيؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى. مع ذكر هذا، أنا لست واثق أن حماس تود أن تتوصل إلى وقف الإطلاق النار. إسرائيل لا تريد لحماس أن تكون في منطقة القوة في قطاع غزة والسلطة هناك. أعود لأؤكد مرة أخرى سيد هينو أنه لا توجد أي أدلة لاحظناها حتى هذه اللحظة، أدلة بالبراهين وبالإثباتات على وجود أسلحة في المستشفيات. هذا الشق أود أن أؤكد عليه. أنتقل لأستاذ إلهام. أستاذ إلهام، الأمين العام للأمم المتحدة حث الجميع على جعل العام الجديد عام لبناء الثقة، لبناء الأمل في كل ما يمكننا تحقيقه معا. كيف ترى إذن هذا الأمر؟ هل تتوقع دور أكثر فاعلية لمنطقة أو للمنطقة، يعني دور أيضا مؤثر لمنظمة الأمم المتحدة في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، لحل الأزمات العالقة بها؟ نعم، في الحقيقة أنا أريد أن أستخدم مصطلح إعادة بناء ثقة بديلا من بناء ثقة، لأن كان هناك ثقة مشترك من قبل الأطراف، أو على الأقل على الأساس هناك ثقة أساسي لإجراء المفاوضات أو لمواصلة المفاوضات، أو حتى من الممكن أن نقول مواصلة تحقيق حل دولتين في قضية فلسطين مثلا. ولكن مع النقص لدور دول العملاقة مثل الولايات المتحدة ودول الأوروبية في هذه الأزمة الحالية في قضية فلسطين، لاحظنا أن هناك الثقة من الممكن أن انهارت، وحتى من الممكن أن نتبين بين الدور الصيني ودور الولايات المتحدة في قضية فلسطين وفي الأمور أو أزمات في منطقة الشرق الأوسط. مثلا في عام الماضي كان هناك إعادة تتبيع العلاقات بين جمهورية الإسلامية لإيران وأيضا المملكة العربية السعودية، وهذا يعود إلى الجهود المشتركة من قبل العراق وعمان وأيضا الصين، وهذا يدل أن هناك تيار لتحسين العلاقات أو حسن الجوار وأيضا للتنمية المشترك مهما كانت بالداخل منطقة الشرق الأوسط وبرؤية 2030 من قبل المملكة العربية السعودية وكثير من الطموحات من قبل دول المنطقة. وأيضا خلينا نتكلم عن مبادرات الحزام وطريق، هذه المبادرة لبناء الثقة للتنمية والنمو الاقتصادي وأيضا لبناء البنية التحتية مثل القطارات أو المطارات أو الموانئ في منطقة الشرق الأوسط. ولكن من نفس الوقت لاحظنا أن هناك
عدم المشاركة، وحتى من الممكن أن نتكلم عن تخريب الدول الغربية لهذه المسيرة. خلينا نتكلم على أزمة قضية فلسطين. فذكر ضيفنا من الولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة تدعم وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، ولكن لاحظنا في الجولة الأخيرة للتصويت في الأمم المتحدة كان هناك عدم، أو نقول نتكلم عن عدم فيتو من قبل الولايات المتحدة للمثودة القرار لإيقاف هذه الحرب. نعم، وهذا يدل على موقف الولايات المتحدة، أو نتكلم عن تقديم الدعم المستمر لطرف من هذا الحرب، هذه الحرب. وبالإضافة إلى ذلك نتكلم عن تحركات من قبل الولايات المتحدة مهما كانت لإرسال السفن الحربية إلى المنطقة المجاورة لغزة، وأيضا لتقديم الدعم العسكري المباشر لطرف من هذه الحرب. إذن أستاذ إلهام، أنت تتحدث عن أن هذه الحرب غير متكافئة، يعني هي حرب عدوان من قبل جانب واحد وهو الجانب الإسرائيلي. نعم نعم، أقصد ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، يعني لاحظنا في السنوات الأخيرة هناك كثير من الأمور المتشابهة، مثل ما لاحظنا في الحرب الآن في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، في الحقيقة الولايات المتحدة بسبب ما يسمى بالفوضى في الداخل الولايات المتحدة، وخاصة في الانتخابات السابقة بين دونالد ترامب وجو بايدن، هناك الكثير من التحليلات والمراقبات بأن الديمقراطية الأمريكية شهدت الانهيار في الانتخابات السابقة بين دونالد ترامب وجو بايدن. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تيار للتطرف السياسي مهما كانت في الولايات المتحدة وفي عدد من الدول الأوروبية. وهذه التطرفات نتكلم عن التيار ضد العولمة. في الحقيقة لا يمكن أن نقول هناك عدم التنمية لعملية العولمة حتى الآن، ولكن يعني هناك كثير من الأطراف ضد عملية العولمة، وهذا يدور على التنمية المشتركة لدول المختلفة في العالم، وخاصة لاحظنا أن هناك الخسائر كبيرة للمنطقة الغير المتطورة، وحتى في قارة أفريقيا وفي قارة أمريكا اللاتينية. وأيضا نتكلم عن نتائج الانتخابات في أرجنتينا في السنة الماضية، هذه نتيجة عن أو هذا من الممكن أن نتوقع هناك مشاكل للتنمية الاقتصادية في أرجنتينا بسبب الانتخابات الرئاسية. نعم أستاذ إلهام، وضحت الصورة، وضحت الفكرة. أشكرك شكرا جزيلا ضيفاي على مشاركتكما في النقاش حول هذه القضية الرئيسية التي تشغل العالم أجمع. كان معنا من واشنطن السيد هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي سابقا، ومن دبي الأستاذ إلهام لي، الباحث والمحلل السياسي الصيني.
ستكون إيران هي الأخرى على موعد مع إجراء انتخابات برلمانية مطلع شهر مارس المقبل في ظل دعوات واسعة من قبل مؤسسات الدولة بالمشاركة والتصويت في الاستحقاقات وفي الاستحقاق أيضا الذي يعد أحد أهم المحطات السياسية في إيران خلال عام 2024. للحديث عن هذه الانتخابات وتأثير التغيرات العالمية على الأوضاع في طهران ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد لشين أستاذ الدراسات الإيرانية. أهلا بك دكتور. دكتور بعد التحية لو تحدثنا عن الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في إيران والمقرر إجراؤها في عام 2024. في الحقيقة هي الانتخابات البرلمانية في إيران تمر الآن بأزمة كبيرة جدا. أولا في البداية خلينا نوضح بس أهمية الانتخابات البرلمانية في إيران، وكمان نقطة تانية أهم إن الانتخابات مش هتبدأ بس في البرلمان التشريعي أو مجلس الشورى، لا كمان عندنا في نفس الوقت انتخابات مجلس خبراء القيادة. يعني إحنا عندنا عمليتين انتخابيتين سيتم في إيران في مارس القادم. قيمة البرلمان أو قيمة مجلس الشورى في إيران أو في عمليات صنع القرار يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة، يعني بعد مجلس صيانة الدستور وبعد مجلس تشخيص مصلحة النظام وطبعا بعد سلطة مرشد الثورة الإيرانية بيأتي دور مجلس الشورى الإسلامي أو البرلمان. وبالتالي قيمة البرلمان ليست في عملية صنع القرار في حد ذاتها أكثر ما هو يمنح شرعية للنظام طوال الوقت أو الشرعية الشعبية للنظام طوال الوقت. يعني إيران في الانتخابات السابقة في 2020 كانت نسبة المشاركة بسيطة إلى حد ما لم تتعدى 42%، ودي كانت نسبة غير مرضية لتوجهات الدولة اليابانية في هذا التوقيت. فالسعي الآن إلى زيادة نسبة المشاركة في انتخابات 24، خاصة إن اللي تقدم في الانتخابات السنة دي يكاد يكون ضعف اللي تقدم قبل كده في 2020. يعني حسب الأخر الإحصائيات اللي تقدموا للانتخابات بنسبة حوالي 48,000 مرشح للعملية الانتخابية، بيعدي أسماء المرشحين دول على مجلس صيانة الدستور، وهو ده المجلس المنوط بفلسفة هؤلاء المرشحين. يعني إذا كان من منهم صالح للتقدم للعملية الانتخابية ومن لا يصلح. فإلى الآن تم رفض ما يقرب من حوالي 52% من المتقدمين لعملية الترشح، ودي نسبة كبيرة جدا في رفض المرشحين. نعم. في نفس التوقيت في أسماء كبيرة تم رفضها، يعني إحنا بنتكلم مثلا عن وزير المخابرات أو مدير المخابرات السابق في عهد حكومة حسن روحاني تم رفض ترشحه. أسماء كانت موجودة في حكومة أحمد النجاد تم رفض ترشحها. والمقياس بتاع مجلس صيانة الدستور في هذا الأمر بيكون مقياس معتمد أكتر على فكرة الارتباط بالدولة، يعني مش فكرة التيارات السياسية المتعارضة أو إن في مثلا تيار معتدل أو طيار إصلاحي أو غيره. لا، إيران الآن في فترة حكم إبراهيم رئيسي تكاد تكون ليس لها تعددية حزبية أو تعددية طيارات سياسية. يعني تقريبا إحنا بنتكلم على طيار واحد هو الذي يحكم الحياة السياسية في إيران. دكتور أحمد، إذن كيف تصف لنا مسار تحسين إيران لعلاقاتها مع دول الجوار؟ إذا مرت فترة الانتخابات بسلام خلال الشهور القادمة وفي ظل كمان تحديات بتواجه الدولة الإيرانية في الفترة دي خاصة بالأزمات الإقليمية بشكل عام وبالإضافة للأزمات الاقتصادية وحالة التضخم الاقتصادي الكبير اللي موجود في إيران دلوقتي، فهيكون في النظام الإيراني في حالة استقرار أكثر في الداخل، وبالتالي سوف ينعكس بشكل واضح جدا على علاقاته الإقليمية في الخارج. يعني إيران بتسعى في الفترة دي ورغم كل الأزمات الإقليمية الموجودة إلى تحسين علاقتها مع دول الجوار. نعم. للخروج من حالة العزلة السياسية أو العزلة الاقتصادية
اللي فرضت عليها دوليا خلال العقود السابقه، نتيجه طبعا لسياسه ايران في العقود السابقه اللي كانت مغايره او مختلفه عن سياستها في هذه المرحله. فاذا تمت الاعمال الانتخابيه بشكل جيد واصبح النظام الايراني او الدوله الايرانيه في حاله استقرار داخلي، فينعكس ذلك بشكل ايجابي جدا على العلاقات مع دول الجوار في الخارج، وبالاضافه كمان لمحاولتها القياده للازمات الاقليميه الموجوده، نعم، او البحث لها عن دور خاصه في ازمه غزه او ازمه جنوب لبنان مع حزب الله. وايران تعرضت خلال اليومين اللي فاتوا لازمه تفجيرات ضخمه جدا في ازمه كرمان، وده كان ليه انعكاس سيء جدا على الداخل، رغم ان هي بتحاول تكتسب بعض العلاقات الجيده بالخارج نتيجه لوقوعها تحت طائله او ازمه الارهاب الضخمه اللي حصلت. دكتور احمد، من وجهه نظرك ماذا ينتظر الايرانيون خلال عام 2024؟ وايضا ماذا عن محاولات طهران لتقليل اثار العقوبات الاقتصاديه الامريكيه والاوروبيه؟ ايران او النظام الايراني يرى الان ان مساحه العزله السياسيه والاقتصاديه اللي كان بيمر بها خلال الفتره اللي فاتت حلها الوحيد او المدخل الملكي الوحيد هو تحسين العلاقات السياسيه في المقام الاول مع دول الجوار، ومع محاولتها للتقارب مع الدوله المصريه خلال الفتره اللي فاتت. فالعزله الاقتصاديه ممكن يكون لها حلول افضل لو تم تحسين الخطاب السياسي الايراني، وبقى في علاقات تعتمد على المصالح المتبادله. الشعب الايراني او المجتمع الايراني محتاج ايه الفتره اللي جايه؟ الملف الاول الذي يشغل بال المجتمع الايراني في هذه المرحله هو الملف الاقتصادي في المقام الاساسي والمقام الاول. لان الحاله الاقتصاديه في ايران او حاله التضخم في ايران اصبحت موجعه جدا للمجتمع في هذا الوقت. وبالتالي ما ينتظره المجتمع من الدوله في الفتره القادمه خاصه، نعم، بعد ما حصل الاستحقاقات، نعم، الانتخابيه هي محاوله الانفتاح على الاخر، سواء الاخر ده يكون الاخر الغربي او حتى الاخر العربي او الاخر الاقليمي، وفي نفس التوقيت بتحاول يكون في امل ان هذا الانفتاح يؤدي الى حاله اصلاح اقتصادي ما. وضحت الصوره. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات المهمة، كنت معنا من القاهرة. للمزيد من النقاش حول رؤية الاستشرافية للنظام الدولي في عام 2024 وحالة الاستقطاب العالمي المتوقعة خلال العام الجديد، خاصة في ظل الانتخابات المرتقبة حول العالم في العام الجديد، ينضم إلينا من لندن السيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو، من باريس أيضا الدكتور قطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية، ومن نيودلهي السيد بامانيو باوسو أستاذ العلوم السياسية بمعهد مناف راشنا للأبحاث والدراسات. أهلا بكم. بعد التحية دكتور قطار، في ظل حالة الاستقطاب والتحالفات التي يشهدها العالم، ما هي برأيك أو ما هي توقعاتك تأثير نتائج الانتخابات المرتقبة على مستقبل النظام الدولي وخاصة في أوروبا؟ أحييكم وأحيي الفريق العامل والمحاورين الكرام وكل من يتابعنا ويشاهدنا. العالم يترك سنة 2023 التي كانت سنة زلازل وتغييرات طبيعية وسنة براكين سياسية وحروب، حرب غزة، حرب أوكرانيا، حرب السودان وهلم جرى، وحرب جنوب القوقاز التي توقفت. الآن نصل إلى 2024 التي تبقى متوترة، ولكنها سنة انتخابات بامتياز، من واشنطن إلى البرلمان الأوروبي إلى روسيا إلى الهند إلى إيران التي كنتم تتكلمون عنها وإلى العديد من البلدان في العالم. الأهم أنه في العام 2024 عندنا انتخابات الأمريكية، وهي يعني حتى شعار آخر كأننا ننتظر رئيس العالم، لكن هذه الديمقراطية الأمريكية تشيخ، خاصة إذا كان التنافس ما بين جو بايدن ودونالد ترامب كما تبدو الصورة حتى الآن. وفي مطلق الأحوال بالنسبة للصين أو
بالنسبة لكوريا الشمالية سمعنا كل التصعيد في بداية هذا العام، إسرائيل وحربها الجنونية، سمعنا أيضا كل التصعيد، إيران وألاعيبها ومناوراتها في الإقليم من أجل التوسع، سمعنا كل المعلومات. وذلك هذا العام بالطبع سيكون عاما بتقديري حرجا، يواصل الزمن الصعب الذي بدأ منذ فترة في الشرق الأوسط والعالم. إذن أعود إليك مرة أخرى، تحدثت عن أن العالم سيكون حرج، أنتقل لسيد نيكولس. سيد نيكولس، برأيك كيف سيؤثر أو ستؤثر الانتخابات الرئاسية المقررة أو المقرر أن تجرى في أغلب دول العالم على الكرة الأرضية، والتي تعاني من حروب، تعاني من أزمات، تعاني من صراعات، وتنافس أيضا بين القوى العظمى؟ تحياتي. أنا في رأيي هذا العام سيكون عاما استثنائيا ومهما، ونقطة تحول في تاريخ العالم ربما. كلنا ننتظر الانتخابات الأمريكية، وما إذا كان سيفوز ترامب في التغلب على بايدن، هذا سيأخذ الولايات المتحدة في اتجاه مخالف لما رأيناه في الأعوام السابقة. أيضا السياسات المحلية الأمريكية، إذا فاز ترامب سيكون حدث مهم للشرق الأوسط، للصين أيضا ولروسيا. نعم. أنتقل لسيد تفضل. أنتقل مرة أخرى لسيد بامينيو. سيد بامينيو، نظرا لضيق الوقت، يعني لو تجيز لي هذه الإجابة عن هذا السؤال: الهند من الدول التي ستشهد انتخابات خلال العام الجديد، ما هي الاستعدادات التي تتم لهذه الانتخابات، وما هي رؤيتك لمستقبل النظام الدولي في ظل التحالفات والأزمات التي يشهدها العالم؟ أولا شكرا لدعوتكم. شكرا جزيلا. كأي دولة أخرى هي من أكثر الديمقراطيات حجما. الطبيعة المعقدة لهذه الانتخابات الآن، إذا رأينا للأغلبية الحزب الحامك الحاكم حزب اليمين رئيس الوزراء الحالي، لديه دعم كبير من الشعب. هناك بعض المعارضة والزعزعة، ولكن الأمر واضح أنه سيفوز بالأغلبية مجددا. هذا أيضا الأمر واضح، الطموح الهندي والنجاح. فالتقدم الهندي وسيخلق أيضا تداعيات في الدول المجاورة، في باكستان هناك زعزعة، وأيضا في الصين. نعم، أشكرك شكرا جزيلا جزيل الشكر لكم ضيوفنا الأعزاء على كل هذه التفاصيل وكل هذه المعلومات المهمة. كان معنا من لندن السيد نيكولاس ويليامز، المسؤول السابق في حلف الناتو، ومن باريس الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، ومن نيودلهي السيد بامينيو باسو، أستاذ العلوم السياسية بمعهد مناف راشنا للأبحاث والدراسات. إذن احتمالات المستقبل ليست مطمئنة، فالتحديات كثيرة وخطيرة والحلول بعيدة رغم وضوحها، والإرادة السياسية لإيجاد الحلول ضعيفة بل تبدو مفقودة، خاصة وأن قادة الدول الكبرى عجزوا حتى الآن عن الارتقاء إلى مستوى التحديات والتعامل معها بعدالة وإنصاف. ورغم ذلك ما زال يحدون الأمل والتفاؤل بأن يحمل عام 2024 في طياته مفاوضات سياسية تخفف من الآلام وتسمح بمساحات انفراج.
مع الحلم بتسويات موضوعية لتحقيق سلام عادل ودائم على رأسها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ويبقى القول إن العالم بحاجة إلى إعادة النظر في تركيبة الشرعية الدولية، وإلا فإنها ستبقى ديكوراً مألوفاً ومستهلكاً. وكل عام وأنتم بألف خير. كنت معكم أنا أمل الحناوي، دمتم في أمان الله.